انا والزميل الوزيره كنا زرنا المسافرين سواء الجزائريين والتونسيين، الابتسامه والبشاشه والفرح على وجوههم يكفي عن كل تعبير. ان شاء الله سوف نجعل من هذا القطار قطار دائم، لما نشوف استقطاب الناس على هذا الخط هذا ان شاء الله سوف نزيد من 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 الرحلات، عدد الرحلات اليوميه. بالنسبه لنا كما قلت، وش هو الرمز لهذه؟ هو ما قلت، ما تراه في وجوه الناس، وجوه المسافرين، يكفينا شرفا. سيد الوزير، اليوم الحقيقة نهار كبير. هو احنا البارح قمنا بالتدشين نتاع الخط وإعادة استغلال الخط بين تونس والجزائر اللي هو متوقف 30 سنة، راه 30 سنة ومعناتها والجزائريين والتوانسة يستناو فيه. اليوم فرحة كبيرة، معناتها شفناهم، حكينا مع المواطنين، كل فرحانين، الجزائريين التوانسة فرحانين للخط عاود رجع. واحنا باش نعملوا من الجانب الجزائري والجانب التونسي باش نعملوا كل ما في وسعنا باش الخط هذا يقعد دايم، وباش نقعدوا ديما معناتها نطوروه ونحدثوه. توا باش نبداو بثلاثة رحلات في الأسبوع، يوم الاثنين والأربعاء والجمعة معناتها الانطلاق من تونس، وإن شاء الله إلا كان نلقاو فيه جدوى كبيرة إن شاء الله الرحلات العدد يكبر معناتها بالوقت. وهذه فرحة كبيرة بالنسبة لتونس والجزائر، وهذا يزيد معناتها يظهر أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وإن شاء الله مزيد المشاريع مع بعضنا ومزيد التطوير في المشاريع من على في مجال النقل. هو توا عنده 38 سنة، هيك 96 تيجي 38 سنة بالضبط، 38 28 سنة. توقف الظروف خاصة، والحمد لله بالرغم باللي المواطنين نكتشوا فيه، المواطنين من غادي ولا من هنا طالبين رجوع التران، لأنه التنقل بالقطار راهو ما فماش حاجة معناها بلو سور منه، خاطر ولو راهو احنا من اللي عندنا ليلة شبيلة تجي فيه. تو ان شاء الله تتحسن الظروف ونعملوا خط سريع. تو خطنا عادي عمل ما بين أربعة وبعد لك عمل ثلاثة سبعة، ثم سبع ساعات ولا ثمانية ساعات. قديش عدد المسافرين اليوم؟ اليوم احنا خرجنا البلاغ مؤخر شوي بعد الترتيبات وبعد الأمور الأمنية والسياسية اللازمة. عملنا تو 80، عندنا 80 من تونس، حتى نجموا ياخذوا من باجة وياخذوا من جندوبة، مازال 80 خارجين من تونس. مش توقف ان شاء الله؟ تقف في باجة وجندوبة وغارديماو. قديش تستغرق الرحلة؟ الرحلة تونس غارديماو أربعة، تو لازمنا نعمل أربع سوايع، لأنه هي السكة لاباس عليها. ما المشكل عندنا كاللي باساج نيفو، خاصة اللي باساج نيفو العشوائيين هذوما اللي ما نجمناش نقضيو عليهم. ان شاء الله تم سياسه الدوله في حمايه السكه، لازمنا شويه وقت باش نخدموا عليهم، لان 212 كيلومتر ماهيش حاجه كبيره، نجم نعملوها في ساعتين ماكسيموم. يلا غالب تو الامور سيكوريتير هي الطاغيه، لازمنا نحافظوا على امن المواطن وامن القطار. قديش المسافه من برشلونه الى عنيبه؟
عندك 212 و180 صافي 300 وكالك 320 نقولوا 320 نعملهم في 3 سوايع 4 سوايع. لا لا تو قلت لك نعملهم في 7 سوايع خاطر كيما قلت لك من هنا الغردمة 212 كيلومتر نعملهم في 4 سوايع 4 سوايع ونص لانه كيما قلت لك تو اللي باساج نيفو هذوما التقاطعات مع السكه كثرت برشا هو سي ان فينومين موجود في تونس كامله وان شاء الله الدوله باش تعمل سياسه لحمايه السكه. سي توفيق التحذيرات كيفاش كانت وقداش تكلفت الكلفه نتاع العود الخط هذايا؟ لا الكلفه ما هيش ما نجموش نحسبوها الكلفه لانه اللي عملناه هو في اطار محطاتنا في اطار سكتنا لانه سي ان انفستيسمون كان باش نعملوا المسافر تونس غرديما ولا باش نعملوا المسافر تونس الجزائر سي لا ميم شوز دونك ما عندهاش تكلفه. بعض التحسينات اللي صارت على مستوى محطه غرديما ولانها كانت محطه عاديه داخليه باش تولي محطه دوليه لازم شويه بعض الاستثمارات في المجال خاصة الأمني في المجال الزينة والكاميروات ما تكلفتش برشا ما تكلفتش منها 50 60 80 ألف دينار كفر جائد الديوانية باش تكون فما تسهيل فيها للمواطنين توا الاتفاق المبدئي باش يوقع المراقبة في المحطة لانه الوسائل المراقبه على متن القطار ما زالت مش متوفره احنا مش نجربوا بكرونومتري وان شاء الله الاتفاق اللي في المستقبل تكون المراقبه على متن القطار عندما تتوصل تتوفر الوسائل التكنولوجيه اللازمه لذلك. سؤال اخير في سياق متصل طبعا فما ترحيب كبير بعوده الخط من تونس في اتجاه الجزائر لكن شفنا حمله شويه نتاع انتقادات يقول لك الخط بين جيبس قطار سوسه مازال يعاني من سوء خدمات كبيره لكن خليني نحكي لك هذاك خبزي اليومي انا تو مش على خاطر عملنا اليوم افتتاح الرحله تونس الجزائر باش نتفكروا مشاكلنا الداخليه احنا مشاكلنا الداخليه عايشينها لا عندنا لا نوم ولا راحه نصف الليل ماضي ساعة ماضي ساعتين عندنا مشاكل ما نجمناش لازمش نسويها مش تو خاطر عملنا الخط هذا تونس الجزائر باش نفكروا باللي احنا عندنا مشاكل داخلية مشاكلنا الداخلية عايشينها كل يوم مشاكلنا الداخلية مربوطة مش بخط تونس الجزائر مربوطة باهتراء وسائل النقل يعني اللي موجودة اللي تستغل فيها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الناس كلها تعرف واللي يعرف السكة انا كنت طالب ونجي من جابس ونجي لهنا نروح لجابس هذو سير دونك حكايه جابس تونس هذيا معناها تبعتني حتى ولو انا مانيش في الشركه الوطنيه للسكك الحديديه انا ديما نطلب السماح من عند المواطنين لانك تشوف المواطن يحب يسافر في القطار عنده حق سي بلو سيكوريزي زاد حتى بالنسبه للعائلات راهي الطريفه راهي معناها اجتماعيه. حكيو الاسبوع اللي فات تاخير صار ب 12 ساعه. 12 ساعه، واش نقول لك 12 ساعه هذو مش تم. احنا ما عادش عندنا لوكوموتيف، عرفت لوكوموتيف الراس اللي هز الترا، ما عادش عندي لوكوموتيف، عندي توا بقوه 4 من 27. 4 من 27 وزيدهم بلوس، ما نجموش يغطيو ساعه الحاجه كل. نستعمل في لوكوموتيف نتاع الفوسفات هذيك في صفاقس، دونك نوصل لصفاقس ومن صفاقس لجابس ولا من جابس لصفاقس. نمشيو بك الدياس نتاع الفوسفات والدياس نتاع الفوسفات كيف حتى هو عنده ديبان مربوطين بال السكه والترينوات هذوك رزان ياسر والسكه مشاو على السكه بكر والسكه ما تبدلتش كما سمعتوا احنا عملنا برنامج نتاع استثمار مع الصندوق السعودي للتمويل فيه 55 مليون دولار هذا راهو تعطل ياسر المشروع هذا كان حقه راهو صار قبل 2016 2017 كي جبنا الدياسات هذوما جبنا الدياسات تخدم في الفصاد وتخدم في المسافرين توا على السكه تهرت على الغالب تهرت دونك احنا توا باش نبداو من هنا لاخر السنه بقوة ربي نعاودوا نهيئوا سكه من جديد وان شاء الله الامور تتحسن شنو الاخر؟ القطاع الغيار لاصلاح الماكينات هذه الماكينات هذه حتى معناها قطاع غيار بتاعها على السوق الدوليه ولات ماهيش متوفره بالطريقه اللي تصورها انت لانها قديمه قطارات قديمه دونك يلفو روفوار لا تكنولوجي دونك يلزم برنامج شفت انا تو بيديجي نقول يلزم دونك نورمالمون يرجع لي انا البرنامج استثماري كبير لاسترجاع
وسائل النقل نتاع الشركه الوطنيه للسكك الحديديه اللي مادت الكل. السكة الدولة قاعدة تصرف سنويا ما بين 40 و 50 مليار تضع على ذمة الشركة الوطنية دي، معناها فلوس والإمكانيات لمراجعة السكة وتنظيفها. لكن المشكلة وين؟ لو ماتريال رولا اللي على شارج تاع الشركة الوطنية للسكك الحديدية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية سيدتي من 2010 هزينا 7 ملايين طن فوسفات، من 2011 لليوم نهزوا في مليون طن فوسفات. الفوسفات والبضائع هي اللي كانت تمول في صيانة المعدات، لأنه نقل المسافرين راهو كما قلت لك مبكر عنده أن كاركتير سوسيال. صحيح الدولة تعطي فيه في سوبفونسيون، مي لا سوبفونسيون داكور الكوفر انو كوفرو با، هذاك موضوع اخر. تو نحكيو احنا في اون بور بارلي مع السلطات لمراجعه هذه السوبفونسيون هذه ومراجعه حتى للتاريف. اما المشكل وين؟ شفته باش تاخذ قرار باش تراجع التاريف وانت المستوى نتاع لو سيرفيس اللي روندو للمواطن هو تحت، سامحيني وصلنا للصفر. نعرف وضعيه القطارات والقاطرات، وضعيت لي فاغون فواياجور راهي وضعيه مترديه، رانا فايقين بها. لكن تو الزمن شوي وقت في الكولا روبريز باش يتصلحوا هذوك، وبعد ثم برنامج تاع استثمارات تاع اقتناءات، اقتناء من هنا لثلاث اربع سنين يلزم، خاطر تعرف لابورسيد دو مارشي ينصويت. ثم الاشكال تاع تمويل الاقتناءات هذه، يلزم الاقتناءات هذه تخلص روحها. دونك هذايا الاشكال اللي عايشه فيه تو الشركه الوطنيه للسكك الحديديه والمواطن في باله. وانا ديما نطلب السماح من المواطن كان من جابس ولا من قفصة، خاطر حتى قفصة المتلوي راهم يقاسيو، يجيو من متلوي ترسيلهم يهبطوا في صفاقس ونبدلوا لهم الراس في صفاقس، يقعدوا ثلاثة أربع سوايع وعائلات وباشين. أنا ديما نستغل الفرص هذه معكم باش نطلب السماح من عند المواطن التونسي، لكن امهلونا شوية، راهي حكاية متاع عشرات السنين. عشرات السنين تنجمش تتصلح في عام والعامين، لكن نوعدكم حويجة باللي شركة بدأت تهز في رأسها وبدأت تشوف في حاجة اسمها إكسبلوتاسيون. قبل عميل تالي ولا احنا عندي عميل وسبع شهور معهم نخدمه باش نخدمه، مش عارف روحي شنو نعمل، شنو الوبجيكتيف نتاعك، شنو دوري انا كشركة وطنية للسكك الحديدية؟ انا دوري باش نزل مواطن راهو. دونك نسينا الهدف الاصلي نتاع خدمتنا. تو قدرة ربي رجعنا شوي بعد شويه امكانيات، حتى تعرفي حتى الدوله في الفتره هذه احنا في ظروف ماليه متردي شويه، لكن سنكسبليك با راهو اللي صار. الوسائل النقل تاع شركه اهتراه تام صار، نستناو ما نعملوا انفستيسمون في الماتريال كان كي نعملوا سكه، وبعد ما نصلحوا ما عادش نصلحوا خاطر باش نعملوا انفستيسمون باش نشريوا. هذه لا لاتونس اللي صارت عشرات السنين اللي خلات الوضعيه توصل الوضعيه هذه. لا رياكسيون بارابور لسيت سيتوياسيون راهي باش تطول شوي، لانه ماهيش عصا سحريه. الحاجه اللي تثلج القلب وتخلينا كيما قلت لك مبكي نطلب السماح من المواطن التونسي هاك تشوفه كان تزيد شوي اخر، تلقاه شاد الصف يحب يطلع في التران. دونك المقومات نتاع عمل اقتصادي تجاري نقولوا انتر جيمي موجوده للشركه الوطنيه للسكك الحديدية، وموجوده عن الفوسفات بقدره ربي. اذا 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 تعافى هو تتعافى النقل، لانه للتاريخ باش يكون في بالكم الشركه هذه كانت راهي في قفصه، وفي اسمها شركه صفاقس قفصه، هي الاصل في احداث الشركه الوطنيه للسكك الحديدية. قبل ما تكون شركه وطنية كانت اسمها شركه صفاقس قفصه في الجنوب، وكانت هي اللي تهز الفوسفات وهي اللي تنتج الفوسفات وهي اللي تحول الفوسفات. توا ان شاء الله بشويه ونرجعوا بشويه بشويه نحاول نرجع لك نجاوبك نفس السؤال. البرنامج الاقتناءات يلزمه توا الاقتناء والكيشارج راهي سهل، راني حاضر عندي توا التفعيل نتاعها كيفاش وقتاش، خاطر الشركه الوطنيه للسكك الحديدية اللي زاد الطين البله فيها بعض الاستثمارات اللي تخلص فيهم. انا تو عندي استثمارات تخلص فيهم تو كان سون بارونتابل. دونك لا ديسيزيون دانفستير راهي ماهيش سهله، سورتو في وضعيه ماليه الحاليه الحرجه للشركه.
ومهما يكون الاختناقات برنامج الاختناقات موجود وقديم ليه برجة قديم بالنسبة للفاغون فياجر يلزم لي لوكوموتيف زادوا أسين يشريبهم تو نحضروا فيه قاعدين نستعدوا اون اتوندون دو جور ميور سو لو بلان سانتي فينانسيير لونتربريز لانها الحالة المالية للشركة لا تخليها تمشي للبنوك حتى المزودين نتاعها هربوا ما عادش يحبوا يشاركوا في الإزابة الدفر لأنها ما تخلص. جست في الإطار هذا سي توفيق خليني نحكي معاك كي نشوفوا المواطن التونسي لهنا فما رقابة فما كنترول معناه قاعد يقص في التكين نتاعو واجبه قاعد يعمل فيه يعني فما فلوس موارد قاعدة تدخل بار كونتر تقول لي المؤسسة نتاعكم في وضعية مالية حرجة شو أهم الأسباب اللي تأدي بالشركة للوضعية هذه؟ مطلوب من المواطن قاعد يعمل فيه توا نحكيو عن مطلوب منكم أنتم مطلوب مني أنا باش ننسق مع الدولة لمراجعة تعريف تعريفات مراجعة تعريفات قلت لك بكري سيت ميساج عطيته لك توا الحق حرام انا باش نرفع في التعريفات وما نجمش نعطي ان سيرفيس دو كاليتي للمواطن التونسي شوي وقت